سعادة سفير يان تشيرني سفير جمهورية تشيك. تشرفت بتكليف من رئيسي ومن حكومة بلدي للمساهمة في تطوير علاقات الصداقة بين جمهورية التشيك والجمهورية الجزائرية، وتعتبر الجزائر شريكا مهما وواعدا، شراكة طويلة المدى، خاصة شراكة أساسية للمستقبل. إلى جانب الثقة المبنية على الصداقة من تاريخنا المشترك وعمق الاحترام المتبادل، لدينا الكثير من مجالات التعاون المشتركة، خاصة في مجال الشراكة التجارية، العلمية، الثقافية والأمنية ومجالات أخرى. جمهورية التشيك واحدة من البلدان التي لها اهتمام كبير بالصناعة، ونعمل على التكامل الاقتصادي فيما بيننا للظفر بالنجاح المؤكد لبلدينا. فرص شراكتنا كبيرة، علاقاتنا أخذت منحا جديد، وسنعمل بكل ما بوسعنا لمتابعة هذه الديناميكية، وهي واحدة من المهام التي أوكلت لنا في مهمتنا الدبلوماسية هنا بالجزائر. شكراً لكم.